أنا جاي من عائلة كبيرة، فإحنا 4 خوات وأخ، وأنا الكبيرة بينهم، فبحس حالي أقرب شيء لأمي. يمكن خواتي غاروا، بس أنا كتير يعني بحس حالي البست فريند تاعتها، ما بحسها أمي قد ما بحسها صاحبتي. هي عايشة بأبو ظبي وأنا عايشة بدبي، بس كل ويك إند لازم نجتمع لأني بشتاق لها، وكمان بشتاق لطبيخها، وبحب أدوق من إيديها الخبز المسخن والبرياني. عالم ثاني يعني، مش مصدقة متى الويك إند يجي. بعد هلأ كل ما أطلع على التلفزيون بتصورني وبتشوفني وبتبعت لي صوري وبتتحمس كتير، بالرغم من إنها يعني ما بتحب أخبار النجوم ولا إلها خص بهاي الأجواء. اليوم اللي ما بحكيها فيه بحسه يوم صعب ويوم طويل وما عم بيمرق، بس أسمع صوتها بحس حالي هيك برتاح، وبس أشوفها I feel home.